ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء النور على حضرتك وعلى كل المصريين يا فندم. برؤية حضرتك لفعاليات اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، وكيف أضاف وأسرى الحوار الوطني منذ تدشينه هذا الحراك السياسي المهم؟ يعني شيء مبهج من اليوم الأول واليوم الثاني، ويعني تدفق المصريين وكثافة الحضور كان أمرا لافتا بشكل حقيقي. وده يعني لو تابعنا وتابعنا المشاهد، ونحن يعني شخصيا أنا تجولت النهاردة في أكثر من لجنة في أكثر من مكان، في الحقيقة شيء مفرح. يعني المصريين قرروا أن يقولوا كلمتهم بشكل حقيقي لصالح الدولة المصرية، وأنه يعني أرادوا أن يقول لهم رأي في القرارات وصناعة القرارات لبلدهم، وبالتالي راحوا شرق. أرادوا أنه يعني يحتفظوا بحقهم الدستوري، وبالتالي حرصوا على النزول والمشاركة. اللافت الحقيقة النهاردة أنه من يعني النهاردة ومبارح الحقيقة أنه نسبة المشاركة للشباب يعني جاذبة جدا وقوية جدا، وهناك حرص شديد جدا، الأمر اللي بيؤكد أنه يعني الاهتمام بالشباب داخل الدولة المصرية أتى بثماره بشكل حقيقي، ويعني هناك يعني تأكيد على أنه هؤلاء الشباب يصوتون للمستقبل. وأيضا هناك حضور كان بالغ فيه للمرأة، والنهاردة يعني من خلال متابعتي حتى المحافظات الصعيد حضور المرأة كان يعني أيضا كثيف، ويعني ربما يسبق الاستحقاقين 2014 و2018. في الحقيقة يعني على الأرض الحركة السياسية والحراك القوي يؤكد أننا أمام شعب حي وشعب حيوي. فيما يتعلق بسؤال حضرتك المهم حوالين أثر الحوار الوطني، لا شك أنه هذه المبادرة التي أطلقها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي 26 إبريل 2022 أنعشت الشارع السياسي وأنعشت الحياة السياسية. طيب إحنا بنتكلم في أربع مرشحين، صاحب المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح، ثلاثة آخرين فريد زهران مصري الديمقراطي ده داخل الحوار الوطني، حازم عمر الشعب الجمهوري داخل الحوار الوطني، عبد السند يمامة الوفد داخل الحوار الوطني. الحوار الوطني هنا عمل ايه؟ عمل سباق نحو المشاركة السياسية بشكل حقيقي لا لبس فيه. يعني خلينا كده نقول ونرتب الأوراق في الشارع السياسي ده، قبل الحوار حاجة وبعد الحوار حاجة ثانية. الأحزاب نفسها احنا بنتكلم عن 82 حزب، 84 بدقة حزب مقنن أوضاعه وكانوا مشاركين في الحوار الوطني. كل حزب دلوقتي بقى عنده طموح وعنده أمل إنه يقف على مساحة كبيرة جدا في المشهد السياسي، وإنه يكون له دور. انعكس ده على إيه؟ على الشارع، على الالتحام بالشارع، على الندوات، على الثقافات، على المؤتمرات، على التثقيف، على رفع منسوب الوعي. بالإضافة للحوار الوطني الحقيقة إحنا أمام فواعل أخرى. يعني التحالف الوطني اللي عمل الاهلي شفنا انتشر ازاي في مصر وفي محافظات الحدوديه ومحافظات القناه ومحافظات الصعيد ومحافظات الدلتا، وحجم الدور الكبير لهذا التحالف، ايضا مجلس القبائل والعائلات العربيه، كل ده كان ليه بصمه. بالاضافه الى انه احنا بنتكلم ايضا في الاهداف في حزبين يعني على مستوى عالي من القوه، مستقبل الوطن وامانه وطن. ويعني الله، كل هذا الحراك يعني مصر قررت والحوار الوطني فتح يعني المساحة الكبرى والمجال العام أمام الحياة السياسية، فصدق الناس المبادرة، مبادرة الحوار، يعني الناس صدقتها وتفاعلت معاها، وبالتالي هنا المواطن لما صدق المبادرة تفاعل معاها ونزل للشارع وكان حريص على أنه يجلب صوته. وبعدين اللافت هنا كمان في امام كل لجنه ان تلاقي الاسر مجمعه، يعني الاب معاه اولاده ومعاه مراته ومعاه اسرته ولاده، هنا حتى لو واخد معاه طفل ما عندوش لسه حق الاختراع، ولكن ما بلاش 18 سنه. بالظبط. ليه بس بياخده؟ ليه بياخده؟ عشان يمرنه ويخلق عنده وعي
انه ازاي يحافظ على حقه الدستوري وحقه قانوني, وان ازاي يقف في ظهر بلده. الاهم من ده كمان يعني المتغير اللي في المنطقه وفي الاقليم, يعني عارفه انه بشكل حقيقي المصريين اللي بنوا السد العالي, والمصريين اللي عملوا حرب اكتوبر, والمصريين اللي انقذوا مصر في 30/6, واللي بنوا قناه السويس, واللي شقوا قناه السويس الجديده, المصريين دول لما بيحسوا ان بلدهم في معركه بينسوا كل حاجه وحطوا ايديهم في ايدين بعض. صحيح. مصر مختلفه, مصر دوله مختلفه. يعني مثلا هقول لحضرتك انه مثلا لما تفتكري يجي هيرودوت مثلا يقول لك مصر هبه ماشي, لا انا شخصيا وناس كتير جدا من المفكرين اللي المهمومين بالتكوين المصري, لا مصر هبه المصريين. يعني ايه؟ طب ايه الفرق؟ طب ليه؟ لانه مصر المصريين قادرين على صنع حاجات كتيره جدا عبر التاريخ. يعني مصر هبه المصريين, يعني هبه للمصريين, لانه هم اللي شقوا الطرق والكباري وعمروا الصحراء وفتحوا الانهار وروضوا المناخ وتعاملوا مع الازمات, كل ده دي الفكره. وبالتالي هنا واحنا بنتكلم مع بعض واحنا واللي بيسمعنا, يعني مصر دوله كبيره وشعبها ده شعب عظيم. ليه؟ لانه الشعب ده بتاع الوعي, اللي عنده قوه طول الوقت, اللي عمره ما يسيب بلده في اي شده ولا في اي تحدي. وبالتالي هنا لما شفنا الحرب في غزه, وده الهدف من الشرح الاخير, شفنا الحرب في غزه, المصريين لقوا ان الدوله المصريه لها موقف قوي قوي وثوابت راسخه ووضعت مكانها على مستوى العالم كله وعلى مستوى الاقليم وعلى مستوى المنطقه, دوله قويه. وبالتالي هنا كان هناك حرص للوقوف خلف صاحب الكلمه القويه وخلف الدوله القوية. اللافت هنا وانا تصوري انه ايضا امبارح كانت التكافة والنهاردة في التكافة, واليوم الثالث ان شاء الله هيبقى مفاجأة, لانه يعني طبعا الحضور والمشاركة بتنتقل, يعني بتشجع الاخرين. يعني الصور في كل البيوت الحقيقة, كل واحد قاعد في بيته حاسس انه لا دولة كبيرة, مع ده الاستحقاق ده مهم جدا في دول العالم كلها للتحقيق, ده بيتصنف اهم استحقاق بعد اعلان الحروب. فده الاهم في تاريخ مصر الحديث, وده ينعكس على ايه؟ المشاركه هنا بتاخدنا ايه؟ احنا زي ما حضرتك ضربت مثل بالحوار الوطني, احنا ناقشنا قانون التحليات, وبالتالي احنا يعني بعد انتخابات الرئاسه يعني تبقى استحقاقات اخرى عندنا المحليات, عندنا انتخابات 25 في النواب في مجلس الشيوخ, كل هذا الاستحقاقات النيابية والمحلية تحتاج إلى تجربة واعدة. صدقيني أنا يعني متفائل جدا في 6 سنوات المقبلة, لأنه هذا الخروج من المصريين وهذا التعبير الحقيقي عن رغبتهم, ده بيأكد إيمان المصريين في الدولة المصرية وفي مؤسسات الدولة. صحيح. وبالتالي ما يترتب على هذه المشاهد صعود الدولة المصرية يجني ثماره كل المصريين. نعم, ويؤكد أيضا على وعي وفهم المواطن المصري لمعطيات الواقع من حوله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جمال الكشكي, عضو مجلس أمناء الحوار الوطني, شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. تحياتي.